لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. قيس سعيد: يجب أن ينخرط القضاء في معركة تطهير البلاد. أكد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد ضرورة أن ينخرط القضاء في معركة تطهير البلاد مما يجرم في حقها، مشيرا إلى أهمية استقلالية القضاء واستقلال القضاء وشعورهم بالمسؤولية في فرض احترام القانون. جاء ذلك خلال لقاء قيس سعيد مع المنصف الكشو رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، حيث ناقش معه مشروع الحركة القضائية للقضاء العدل للسنة القادمة. ولفت الرئيس بحسب بيان إلى ضرورة البث فيها العديد من القضايا التي بقيت منذ أكثر من 10 سنوات تنتقل من مرحلة إلى أخرى بحجة الاحترام الإجراءات، في حين أن الهدف من هذه الإجراءات هو تحقيق المحاكمة العادلة لا الإفلات من العقاب. حيث أن هذا الخبر قد أفرح جميع الشعب التونسي، وهو أن انخرط القضاء في معركة تطهير البلاد، حيث أن الجميع التونسيون يتفاعلون مع الرئيس التونسي قيس سعيد في أي قرار يتخذه، والجميع يعرف قيمة القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد من أجل الشعب التونسي، حيث وصف البعض بأن هذا القرار هو الأقوى من الرئيس قيس سعيد خلال فترة تعيينه في تونس من عام 2019 حتى 2023. والجميع يصف الرئيس قيس سعيد بهو من أفضل الرؤساء اللي عملوا لتونس لحماية البلاد من الفساد.